بس انت ايه اللي جابك دلوقتي يعني يا عم؟ ايه اللي يوقفك بنفسك؟ ايه اللي وقفني؟ ايه لو كان ضيتي بس يعني مش انت اللي بتقف هنا يعني؟ في الريشيبسن يعني؟ في الايه؟ في الريشيبسن. شيبسن بالملح. ايوه. مش يا مقص الواد هدهد الليكعي بعته مشوار يا سيدي بغاية الشرقية بقاله ربع ساعة ما جاش لغاية دلوقتي. ربع ساعة وما جاش؟ لا لا ده احنا لازم نبلغ بقى. لا نستنى عليه يومين. لا لا بقولك ايه يا عمي هقف انا مكانك يعني ما يصحش برضو تقف مكاني؟ ها عشان تجيلي اخر اليوم وتقولي عايز يومية ان انا وقفت مكانك وهات جنيه وربع. جنيه وربع؟ مش هقول انا جنيه وربع. لا انا هقف كده لان يعني مالك هو مالي. ايه ما اقصدش والله. ايه مالك هو مالي ده؟ مش قصدي مش قصدي. مالي هو مالي. ايوه مالك انت مالك يا ايوه. زلك لسان بس ما تزلش لسانك لحد يا وخليك حريص وانت بتتكلم معايا وخصوصا في الفلوس. حاضر يا عم. انا قصدي يعني مين اللي هياخد باله من مالك بعد ما تموت قريب ان شاء الله؟ ايه يا دي الملافظ دي؟ ايه يا دي الملافظ الساعه؟ حاضر. ايه لما تموت قريب؟ كلنا هنموت يعني ما ابويا مات يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. الله ابوك ده يا ده منصف كان اكتر اخ انا بحبه. الله يرحمه ما كانش بيعز عليا اي حاجه يبقى معايا فلوس اروح اقول له هات اديني. وانت معاك ليه تروح تقول له هات؟ اخويا. يا اخويا انت بتقف جنبه انت بتقول له هات. يلا الله يرحمه. الله يرحمه. الله زعلت عليه زعل يا ده. قعدت بتاع يومين عيط عليه. تحاسب العياط على اخوك؟ يومين قعدت تعيط؟ لا طبعا بس انا استهلكت بقى مناديل ورق كنت جايب كيس من بربع جنيه ده اللي بيتحط في الجيب. استهلكت نص كيس. نصه؟ وسايب النص لما اخوك اكرم يموت صح؟ لا استهلكت نص كيس وقعدت امسح بكم بعد كده بقى. يا توفر. يلا ما لازم تعيط ما انت السبب في موته. انا السبب في موته؟ ازاي يا ازاي مش الدكتور قال لك الحق اخوك بيضيع مننا وعايزين له كيس دم؟ ما عايز كيس دم لاخويا. ايه ده الجمله مش كده الجمله كيس دم لاخويا. لا ده عايز كيس ده كيس ده. ايوه ايه ابوك الله يرحمه اساسا كان ارفع منك لو شقته وعصرته. ايه هو انا ناسى ايه اللي شقته وعصرته؟ ده اخوك اللي شقيته وحصرته. ما ينزلش كميه الدم دي ده هم بيتهجروا بيتهجروا. فده يحق لك تعمل اللي عملته. عملت ايه عملت ايه اخوك الجهاز شغال جوه تي 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 هيموت خلاص وانت بره الدم انتهى بتبيع كيس الدم بتاعك. ياد ما اللي بيديهم دم بيدوا له كيسين عصير. كيسين عصير؟ قتلت اخوك عشان علبتين علبتين عصير عندي جوه كمان ما شربتهمش يعني قتلت اخوك خدت عصير ذكرى بس. يا ده هو كان ده عمره اصل ده عمره ما تدخلش ده اعمار ده بيبقى قبل ما يتولد معروف عمره. ايوه سامسونج وانت معروف عمرك. لا ان شاء الله لا انت هتقتلني عشان مهلبيه اكيد عصير قتلت. يلا يا عمي يلا ارحم الله. ما عملت له عزا ولا عملت حاجه؟ يا ده انا عملت له نعي في الجرنان الاهرام في صفحه 15 صفحه الوفيات بتاعه العائلات. انت عم رمضان عملت نعي لاخوك في الجرنان؟ الله يرحمه. ازاي ده بيحاسبه بالكلمه؟ ما عشان كده. عشان كده ايه؟ عملت له نعي. كتبت فيه ايه؟ كتبت هي الله يرحمه. ايوه وكنت عايز اكرم بقى ايه عمك التاني ده يشاركني في النعي عشان يكتب دنيا فتبقى هي دنيا. رفض. لا ثواني بس بخل. أنا مواطن مصري تمام نزلت اشتريت الأهرام وفتحت صفحة الوفيات 15 وبقرا بقى انتقل إلى رحمة الله المهندس كذا وانتقل إلى رحمة الله الأستاذ كذا وهي وانتقل إلى يعني واحد يمسك ويقول ده مات وده مات وهي وده مات. أنت بتضحك الناس على أخوك بعد ما مات. الله يرحمه. الله يرحمه. اتنين ياه اتنين ياه اتنين ياه مش هتفرق. إيه اللي عمي لما اموت ما تكتبليش حاجه. ما طبعا هديك جرنان ابوك. ايوه ما هي ايه دي تمشي على اي حد صح. يقول لك عاش مضحكنا ومات مضحكنا والله ايه. يلا ايه. طيب انا اخش اشوف موضوع الورد ده بقى. خش. عايز حاجه؟ لا لا عايز سلامتك يا عمي. حاسب حاسب الكارت وقع اهو. امسك يا عمي. تعالى يا سيدي تعالى. حرام الورد. شاكرين يا سيدي على الورد. والله ما اقصد. ما تنساش السكر. حاضر يا عمي. يلا. حاضر الورد اتعمل مربى. يا ليه ايه العم ده.